وكان اليمن من الدول القليلة التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئ القرن الإفريقي على مدى أكثر من 3 عقود، حيث كان اليمن ملاذا آمنا لهم رغم أن البلد نفسه عانى حينها من النزوح الداخلي لمواطنيه على مدى عقود بسبب الأزمات السياسية المتكررة التي كثيرا ما تنتهي بحروب أحد نتائجها الماساوية للنزوح، إلى أن الحرب الدائرة حاليا هي الأطول والأكثر قسوة على اليمنيين، حيث نزح أكثر من 3 ملايين منهم، ما يشكل أكثر من 10% من مواطني البلاد. تسببت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 3 سنوات بنزوح أكثر من 3 ملايين عن ديارهم، فيما تمكن 1 مليون منهم من العودة إلى ديارهم، ولا زال 2 مليونان في مخيمات النزوح وشوارع المدن، ومنهم عائلة علي أحمد غريب التي نزحت من مدينة حرض بمحافظة حجة إلى أحد شوارع مدينة الحديدة الساحلية. الآن وضعنا مبرد وخف، احنا ما فيش بطانيات ولا في فرش ولا معانا حتى غاز ناكل، نحرق بالبوايق كياس ونطبخ بينه. غادرت أسرة عالية مدينة حرض الصغيرة التي دمرتها الحرب لنجاة بحياتها، لكن لم يتوقع رب الأسرة أن فترة النزوح ستطول لتصل أكثر من 2 عامين بدون سكن أو دخل يومي. هذه الصورة قبل الحرب. والآن تنهي صباح. ذاهب. عندك كيف ردك؟ بلغ عدد النازحين الإجمالي 3 ملايين شخص، 1 مليون منهم أعداء و2 مليونان بقوا نازحين، لكن هناك حركات نزوح جديدة كل مرة، خصوصا مناطق الحديدة مثل حيص والخوخة. ولن تنتهي قصة النزوح في اليمن إلا بإيقاف الحرب والعودة لمسار السلام، حيث تزداد الحاجة للمساعدات الإنسانية يوم بعد يوم في ظل توقف دوران عجلة الاقتصاد والتنمية.